تخافش تخافش. المريني وعضو المكتب الوطني للنقب المستقله للممرضين. نحن اليوم في اليوم الثاني من الاعتصام الذي دعت له النقب المستقله للممرضين كبيان وطني، جاء استنكارا وتنديدا باتفاق الذي نسميه اتفاق المهزله بين الذي وقعه وزير الصحه ووزير ورئيس الحكومه. هذا الاتفاق ندعوه بالمهزله لانه لم ينصف الممرضين وبقيت مطالبهم حبيسه رفوف وزاره الصحه. هذا البيان الذي سطرناه باضراب ل 72 ساعه ايام 2-3 مارس، وكذلك اعتصام الذي نحن اليوم في يومه الثاني، والذي كما تصور عدسات الكاميرات انه تم فضه وقمع هذا الشكل الاحتجاجي السلمي وهذا الشكل الاحتجاجي الراقي الذي يعبر عن رقي الممرضات والممرضين بالمغرب. مطالبنا التي بحت حناجر الممرضين هنا بمدينه الرباط تطالب بها لكنها لا زالت حبيسه رفوف وزاره الصحه. نطالب بالهيئه الوطنيه للممرضات والممرضين التي لن تكلف الدوله سنتيما واحدا، كذلك نطالب بمصنف الكفاءات والمهن. هذا المطلب الذي في غيابه هنالك متابعات كثيره قانونيه في حق الممرضين، في ظل هذا الغياب القانوني الغير مؤطر وفي غياب مصنف الكفاءات نطالب كذلك بالتعويض والانصاف في التعويض على الاخطار المهنيه، ايمانا بشعار انه خطر واحد تعويض واحد. الممرض على مقربه اكثر من الخطر لكنه يتقاضى اقل تعويض عن هذا الخطر. نطالب بالتوظيف ديال الممرضين بدون سياسه التعاقد. هذه كل المطالب واخرى نطالب بها بشكل احتجاجي، نطالب بشكل احتجاجي سلمي، لكنها تجد الادانه الصماء من طرف الوزاره وتجد القمع من طرف السلطات والقوات العموميه.